أكد وزير الخارجية سامح شكري مجددا الرفض التام للإجراءات المتخذة لإجبار الشعب الفلسطيني على التهجير من غزة. وشدد شكري خلال مؤتمر صحفي مع نظيرته الألمانية أنالينا بيربوك بمقر الخارجية بالعاصمة الإدارية الجديدة على ضرورة تيسير نفاذ المساعدات الإنسانية عبر معبر رفح إلى قطاع غزة. من جانبها حذرت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك من اتساع نطاق الحرب في غزة، كما ثمنت بيربوك الدور المصري المحوري في أزمة قطاع غزة وكذلك في إيصال المساعدات وعلاج المصابين. نتابع ما بين العلاقات الثنائية وتطورات الأحداث في قطاع غزة، بالإضافة إلى العديد من الملفات والموضوعات الدولية والإقليمية محل الاهتمام المشترك، كان لقاء وزير الخارجية سامح شكري بنظيرته الألمانية أنالينا بيربوك بمقر الوزارة الجديد بالعاصمة الإدارية. مباحثاتنا اليوم سواء كانت الثنائية أو الموسعة ركزت حول الأوضاع في غزة، استمرار الأعمال العسكرية، الآثار الإنسانية المدمرة وعدد الضحايا من المدنيين، موضوع المساعدات الإنسانية ونفاذها إلى القطاع، بالإضافة إلى كيفية التعامل مع الأوضاع بشكل يحافظ على وحدة القطاع والضفة الغربية والعمل على استعادة الآفاق السياسية المتصلة بحل الدولتين. بين ألمانيا ومصر متوافقين على أن لا يمكن التوصل إلى السلام إلا من خلال حل الدولتين، حتى وإن كان هذا الهدف صعب المنال، ولكن يجب أن نعمل من أجل الوصول إلى هذا الهدف. وزير الخارجية شدد على ضرورة وقف إطلاق النار وتوفير المساعدات الإنسانية والإغاثية العاجلة لسكان القطاع. تأكيد أنه المعاناة الإنسانية ل 2,300,000 فلسطيني، عمليات التهجير القسري من شمال القطاع إلى جنوبه، والآن ما يتعرض له الشعب الفلسطيني في الجنوب من استهداف، من قتل للمدنيين بلغت 23,000، تلتينهم من الأطفال والنساء، أمر يتعدى أي مراعاة للقواعد القانون الدولي الإنساني، ويضع عبء كبير على المنظومة الدولية لاحترام القانون الدولي الإنساني. يجمعنا القلق حول المنطقة، هذا ما أكدت عليه زميلي العزيز سامح، أن يمكن يتحول هذا الصراع في المنطقة إلى صراع أكبر، حيث تتسع رقعة هذا الصراع، لا نريد أن يحدث ذلك. وفي نفس الوقت نحن نتفق أيضا على أننا يجب أن نضع حد للمعاناة الإنسانية، العديد من الأبرياء في غزة يعانون. من جانبها ثمنت الوزيرة الألمانية الجهود المصرية لإدخال المساعدات لقطاع غزة، مؤكدة أنها ترفض التهجير للفلسطينيين من غزة والضفة الغربية. ضمن سلسلة لقاءات والمباحثات والاتصالات المكثفة التي يقوم بها وزير الخارجية سامح شكري لاحتواء الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، جاء لقاء الوزير شكري مع نظيرته الألمانية ليؤكد من جديد على موقف مصر الثابت تجاه القضية الفلسطينية، ويعيد التأكيد على أهمية الوقف الفوري لإطلاق النار وإدخال المزيد من المساعدات، بما يفتح المجال سياسيا لدعم جهود التوصل لحل دائم وعادل للقضية الفلسطينية بناء على حل الدولتين. من أمام مقر وزارة الخارجية الجديد بالعاصمة الإدارية، أمل صبري، التلفزيون المصري.